كتير العطلة، ولا بعد مرة كبرتنا بحكم خصوصيتي إما السفر أو حتى في الجو اللي كيكون عامة ديال الصيف كتنتشر فيه الحشرات مختلفة. كل بعض منا اللي هو ظريف دريوش كيقدر يعيش معنا، وكل بعض منا اللي شو صعيب وتنخافوا على وليداتنا ولا علينا من لساعات ديالو تيكون شوية سام وخطير. هاتي علاش أنه قبل ما نمشيو نسافروا أو في الوجهة غنمشيو ناخدوا فكرة أكثر، نعرفوا المنطقة، نعرفوا باش كتشتهر وكتمتاز، وحتى الخطورة بعد مرة ديال الفضاء ولا ديال المحيط اللي حنا غنكونوا، سواء كان بحار ولا جبل ولا غابة، نعرفوا نسولوا. فالحشرات أو مثلا بعض الحشرات الطائرة ولا بعض الحشرات الزاحفة هي لائحة طويلة طويلة بزاف. كاين كيف قلت لساعتها اللي كتكون محمودة، يعني نقدروا ما نخافوا شيء غير بعد يعني الإسعافات الأولية كتدوز على أحسن ما يورام. وكاين بعض مرة كتقدر تفشل لينا البروغرام ديال الصيف أو ديال السفر أو ديال العطلة ككل. كيفاش تفاصيل؟ هادشي كله غادي نتعرفوا عليه رفقة دكتور مشكور علي فلاحي اللي حاضر معنا في البلاتو برنامجنا ليلة فاطمة، اللي هو طبيب مختص في طب الجلد، واللي غادي يقدم لنا ورقة تعريفية على لائحة الحشرات اللي تقدر أنها تلقانا وتصادفنا وغتقدر أنها تعيش معنا في الفترة ديال الصيف، وخصنا أن احنا كيفاش نعرفوها. أهلا وسهلا دكتور علي. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، وأنا جد سعيد باش نهضروا في هذا الموضوع المهم قبل الموسم الصيفي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد، لانه كيهمنا الوقايه قبل كل شيء، ولكن هذا ما تمنع شين انه نخافوا ولا ما نسافروش ولا ما نديوش وليداتنا. بالعكس هادشي كاين بعض اللي كيف ما قلت انه حميد، زعما ما فيش خطوره، غير كاين واحد الحوجات اللي خصنا نردوا لها البال لانه فيها مضاعفات كثيره احنا غادي نهضروا عليها. اللي غيهمنا في موضوعنا نتعرفوا على هاد الحشرات سواء كانت طائره ولا زاحفه ولا حتى بعض الحيوانات اللي تقدر تصادفنا في مشوار العطله ديالنا. وكاين كذلك حتى الاسعافات، اش غنديروا في هاد اللحظه هذه ملي كيكون الوليد أو احنا تقاسينا شو غنديروا، وبطبيعه الحال ايضا حتى كيف ما قلنا صوب الوقايه. نتعرفوا على هاد الحشرات اللي غادي نتصادفنا وغادي نتلاقاو بها، منها صديقه ومنها شويه العدو. شو هاد الحشرات؟ نعم، الحشرات اللي كان تعرضوا لها بزاف الاطفال فصل الصيف هي اولا الناموس او شنيوله اللي كنقولوا ليه بالدارجه. كاين ايضا لساعات العنكبوت وغادي نهضروا عليها، كاين ايضا النحل والزنبور يعني لاجيب، وكاين بعض الزرزور اللي كان الزرزور يعني احنا كنقولوا ليه بالدارجه الزرزور. نعم، وايضا الرزوزيه وكاين بعض القريديات اللي كنلقاوهم في بعض المناطق الجبليه وفي الغابات، فهادو كاملين لساعات ديالهم او نستعملنا شي فراش اللي ما تيكونش نضيف ولا دابا هاد المره كنلقاوها. نعم، فهاد اللسعات هادي كما قلتي سمية يعني هي في معظم الأحيان كتكون محمودة، ولكن في بعض الأحيان كتسبب مشاكل، فماذا بينا نتعرفوا على هاد المشاكل هادي ونعرفوا أيضا الإسعافات الأولية اللي نقدروا نقوموا بها باش نتفادوا المخاطر. وأيضا كاين وسائل وقائية اللي نقدروا نديروها باش ما باش يدوز السفر في كل امان ان شاء الله. طيب دكتور علي، علاش فصل الصيف الخصوصيه ديال فصل الصيف؟ حنا تنعرفوا انه بانتعاش ديال الجو جميع الحشرات ولو كتكون راقده طول فتره الشتاء كتخرج تقوت وتخرج تقلب على قوتها ديال العام اللي غيجي من بعد، هذه فتره طبيعيه الحمد لله، ولكن تتكثر بعامل يمكن الحراره، بعامل تعفنات، شكل من الازبال اللي تترمى ماشي في مكانها كتخليها اكثر عرضه يمكن انتشار هذه الحشرات اولا. نعم، يعني درجة الحرارة اللي كتكون مرتفعة كتخلي أنه الحشرات كتكاثر يعني كثير، وأيضا الأطفال هما يعني جد معرضين لأنه كيخرجوا في يعني في البحر، كيقدوا يكونوا في الغابة، كيقدوا يكونوا ففي الظروف تاع الاصطياف كتخلينا أنه كنكونوا أكثر عرضة لهاد الحشرات هذه. ماذا بينا دونك نعرفوا ام تي بو نمشيو بالترتيب نعم نمشيو بالترتيب. طيب الاكثر شيوعا واكثر صداقه معنا في الصيف شنيولا؟ ما كتختطى دار ما كتختطى قنت، الو شنيولا او البعوضه يعني كيفاش كتلسع شنو كدير شنو غتنقل لينا؟ شنو كلنا كنعرفوا اللسعات ديال البعوض ولا شنيوله، يعني كيكون هذاك الاحمرار ديال الجلد، انتفاخ، ورم طفيف، وكيكون كتكون واحد الحكه اللي كتكون شديده.
ففي معظم الاحيان يعني هاد الشيء هذا كيكون هاد الورمات هادو كيمشيو يدوزو دغيا دغيا. في بعض الاحيان عند الاطفال اللي كتكون عندهم واحد الحساسيه تاع الجلد كياخذ هذاك الورم كياخذ واحد الحجم اللي كيكون كبير فكيقد يقد ياخذ تقريبا عضو كامل لانه ينتفخ في الوجه ايضا. فهنا خصنا نديروا الاحتياط من ناحيه يعني الاطفال اللي كتكون عندهم حساسيه تاع الجلد انهم نوقيوهم من هاد اللسعات. والاطفال الرضع حتى هما مساكن حكم البشره ديالهم كتكون لانه البشره ديالهم رطبه ورقيقه. اللي كيكون مزعج وهو انه النوم ديال الاطفال ديالنا كيكون يعني مختل صح تقدر تقيلو الناس ما يقدرش الناس مسكين بالحكه وبالحكه. وثانيا انه هذيك الحكه ايضا كيولي عليها جروح وهذيك الجروح كتقد تعفن وهذيك التعفنات كتكون في الاول محليه ولكن كتقد تمشي لينا للجسم ديالنا لداخل وكتأدي لينا بحمى بالام تقدر تعطي تسخن. نعم هذوك التعفنات اللي هما ثانويه اللي كتجي من بعد هذاك يعني من بعد هذوك الجروح اللي مصوبه حيت ملي كيحك يقدر يجرح راسو وتنبل ياك داكشي اللي كاين. داكشي علاش حنا كنصحوا الامهات والاباء انه الاطفال ديالهم ديما يراقبوا لهم الاظافر ديالهم الاظافر ديالهم خاصها تكون مقطعه مزيان لانه الاظافر هي اللي كتنقل هذيك العدوى ديال هذوك الميكروبات. هذه نصيحة مهمة جدا. طيب ملي كنقولوا البعوض غنقولوا دبان ولكن دبان ماشي مشكل فيه هو تلقى الميكروبات والجراثيم خصنا نغسلو ونعقمو. رجعني دابا النحل. النحل في الفضاءات الكثيرة الحمد لله النحل حشرة طيبة مباركة ولكن الساعة ديالها صعيبة. خصوصا بعد المرة كتخلط لينا النحلة والرزوزية يعني هادو جوج والرزوزية يعني العطة ديال الرزوزية يعني صعب بزاف من أقسام أكثر من والرزوزية كتقد تعض يعني كتعطي عضات كثيرة في نفس الوقت. النحلة كتقد تعطي عضة واحدة ولكن الرزوزية يعني كتقد تعض وما كتموتش يعني لذلك فهي في معظم الأحيان كيبقى الورم كيبقى موضعي يعني كيبقى هذاك الحمرار وهذاك الألم موضعي ولكن في بعض الأحيان كيوقع أنه كيقيس هذاك الانتفاخ أجزاء أخرى من الجسم كيوقعوا طفحات جلدية كيولي أيضا يعني دموع في الأعين كيولوا إفرازات من الأنف وكيقد أيضا من ناحية الحنجرة كتقد تنتفخ أيضا وكيوقع مع الأسف يعني ضيق في التنفس وهادشي هذا يعني كيكونوا الحمد لله هادشي هذا يعني قليل بزاف وكيظهر خصوصا في عضات الرزوزية اللي كيكون كتير وفي الأماكن في أماكن يعني هي خاصة مثلا بحال داخل في الفم أو في الحنجرة وكيظهر عند الأطفال اللي كتكون عندهم سوابق انتفاخ وطفحات جلدية منين كيكونوا كتعضهم هاد النحل وهاد الرزوزية. ألوغ الطفحة ديالو باينة الطفحة تباينين وداكشي باش حنا خصنا نتخلعوا منين كيكونوا هاد العوامل هادي كامل مجموعة يعني كيكونوا عضات كثيرة في اماكن خاصه مثلا الداخل في الفم او في الحنجره وعند اطفال اللي كتكون عندهم معروفين يعني كيكون عندهم حساسيه وداكشي علاش حنا كننصحوا الامهات والاباء انهم يكون عندهم ديما حقيبه اسعاف معاهم تكون فيها مرافقهم كتكون فيهم بعض الحقن ديال هانتي هيستامينيك يعني المضادات تاع الهيستامين بعض الحقن تاع الكورتيكويد وقلم تيكون مملوء بالادرينالين يعني في حاله الله يحفظ تكون هذاك الانتفاخ ديال الحنجره وهذاك الضيق في التنفس. وعلى كل حال ملي كنشوف هذا الشيء خصنا ما نصبروش يعني وبيان سور هذا الشيء هذا غير باش نقوموا بالاسعافات الاوليه ومعلوم انه خصنا نمشيو بسرعه نلتجئوا للمستشفى اللي يكون قريب باش صح. الاطباء يقوموا بالاجراءات اللازمه. دكتور علي احنا غاديين تصاعديين شويه دائما مع الحشره دابا زوينه ظريفه ياك الحشرات اللي كتقدر تعيش معنا اللي كنقدروا نشوفوها ما نخافوش بكثر ما مولفين يشوفوها
عنكبوت العنكبوت صدقنا في الدار كنلقاوه ليل ما خمليتيش 3 ايام كنلقى عنكبوت عندك. كاين الصغيوره فيهم اللي هي عاديه بسيطه اللي ما كدر ما كتادي, وكاين حنا غاديين تدريجيا هو العناكب فيهم انواع آه. وبالتالي العناكب اللي كنخافوا منها اللي كتكون في السفر مثلا بعض المناطق اللي كتكون شويه صعيبه, يا اما في مناطق فيها حجر او فيها صحراء او مثلا مناطق نائيه اللي شحال هذه ما وصلنا لها, كتكون ديك الارمله السوداء كتسمى العنكبوت الارمله السوداء, هذه صعيبه شويه, كتختار مناطقها فين كتموضع كتكون شويه بعيده على الناس, وبالتالي انه صعيبه الا مشات قرصاتك فيها خطوره. نشرحوا بعدا العنكبوت من صغير حنا غاديين نعم منين كتخافوش منه اللي كتخافوا منه. الوغ الارمله السوداء هي النوع السام اللي كنخافوا منه الاكثر, و يعني الاطفال كنعرفوهم كاملين كيلعبوا يعني ملي كيكونوا في مناطق تاع الطبيعه وداك الشيء كيمشيو يقلبوا في كيموتوا على الاكتشاف اكتشاف فهما معرضين لهاد اللسعه ديال هاد الارمله السوداء. فهاد اللسعه ديالها سامه لانه كتعض الجلد وكتفرز هذيك الماده السامه, وهذيك الماده السامه ما كتبقاش غير في الجلد, كتمشي للاوعيه الدمويه اللي كتكون تحت الجلد وكتخلق التهاب تما في هذيك الاوعيه الدمويه. فالعضه ديالها جد مؤلمه يعني كيحس بها الواحد ملي كتعضو يعني كتكون واحد الالم اللي هو كثير, كيكون احمرار ديال الجلد واللون ديال الجلد كيولي ازرق لان الاوعيه الدمويه كتوقع فيها التهاب. الحمد لله انه هذاك هذيك اللسعه كتبقى موضعيه يعني ما كتنتشرش في الجسم, ولكن اللي كيوقع انه كيوقع تعفن ثانوي لانه الجلد كيمشي, فهذوك الميكروبات اللي كيكونوا على السطح تاع الجلد كتلقى واحد الباب مفتوح انها كتطور. فكنصحوا منين كتوقع هذه اللسعه لا قدر الله ديال العنكبوت انه نقوم اولا بتعقيم تعقيم اللسعه, ثانيا انه كنقوم باستعمال بعض المرهمات اللي عندها مضادات حيويه اللي كنستعملوها فوق هذيك هذا, وكنغطيوها بانبونسمون ولا شويه القطن لانه باش كنعاونوا على الالتحام تاع الجلد. هذا في انتظار اننا نشوفوا الطبيب اقرب وقت باش الا كانوا نستعملوا مضادات حيويه تيكون بعض الاحيان مهم انه نستعملوها. الو كاين العنكبوت وكاين الرتيله كاين تشابه نفس العائله ولا؟ فاحنا كنقولوا لها بالدارجه الرتيله يعني ولكن كاين بعض الانواع تاع الرتيله اللي كتكون كحله وكتكون كبيره وكيكونوا يعني تيكونوا عندها بعض يعني لا العقرب هذيك بوحدها هذيك عبد العزيز العقرب هاي العقرب اخويا ياك الارتيلا دونك نوصي وليداتنا انهم ما يلهبوش بها لان بعض المرات ياك هذه هي الوقايه اللي نقدروا نقولوا انهم يحسوهم انه ما يمشيوش يقلبوا عليها ويجبدوها ولا يجبدوها حتى هي غدافع على راسها وغادي تعرف لا انا غادي ندافع على راسها هي الا ما قربناش ليها ما غاديش تقرب لينا ولكن واخ حنا غاديين خطوه خطوه دائما كاين حشرات اولا امور اللي نقدروا نصادفوها في الطبيعه او حنا فين غنتنزهوا نكونوا وكذلك حتى البلاصه فين غادي نمشيو نباتوا ولا نضلوا ولا غادي نكونوا القراديات ما خطات بلاصه حتى هي كاينه راه مع بعض الناس كيقول لك لا راه كاين نظافه وهذا ولكن رغم ذلك الواحد ياخذ الحيطه ديالو حيت بعض المره ما كيكون المكان ما غيستعملوش الواحد عدد الناس استعملوه من قبلك فالقراديات كيفاش غنديروا باش نحميو راسنا ولا مثلا ملي كتكون الطفحه ديالنا باش نفهموا راه كاين مشكل القراديات الوغ كاين المشكل ديال القراديات اللي كتكون في اماكن مثلا بحال اللي قلتي يعني انه كتكون في البيوت في الغطاء في الافريشه في السرير في الخدادي في وكتكون ايضا قريديات اللي كننساو نهضروا عليها هي القريديات اللي كتكون في المناطق الغابويه اللي وفي الجبليه وهاد القريديات هذه يعني العضه ديالها ما كنحسوش بها وكتبقى لاصقه في الجلد كتمتص هذاك الدم تاع الطفل فالاعراض ديالها كتبان اشهر من بعد ما من هذاك اللسعه من بعد اشهر من بعد اشهر كيبداو يبانوا طفحات جلديه سخانه عياء
وكتاخد واحد المنحة اللي بعض المرات كيكون مزمن. فحنا كننصحوا الأمهات والأباء أنه من بعد كل قضاء النهار في, 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 في الغابة أنهم يفحصوا الجسم ديال الأطفال ديالهم, وخصوصا فروة الرأس. إلا لقينا أنه تكون هذه القريديات لاصقة, يعني تكون خاصة لاصقة في فروة الرأس, فكان كنحيدوها وكنلتجئ للطبيب. هذه شيء مهم. ثاني حاجه انه خصنا نقوم دائما يعني بواحد الميناج شويه في البيوت اللي غادي نجلسوا فيها, يعني قبل الام او السيد اللي غيجلس ضروري انه نقوم بحوايج لانه النظافه, لانه باش نكون باش صح ما فيها باس. خد هذه ديال هذا تديهم, يعني داك الغطاء ديال الخديه ديه معاك, بزاف الامور من الوقايه حنا غادي نهضروا عليها. طيب حنا غاديين في الحشرات ياك دكتور علي, ودائما مرحبا بالمتابعين ديالنا, فكرونا او ذكرونا بالحشرات او حتى بعض الاسماء التسميات اللي مختلفه على حسب المناطق اللي نتوما فيها. انا ما عرفتش كيفاش كتسميوا هذه المساله. خويا خالد قال لي بوحنجل, انا ما عرفتش. المهم بوحنجل الا كنتو كتسميوا الزرزور بوحنجل, انا ما عرفتش صراحه. مهم على كل حال, صباح النور للجميع ومناطقنا المغربيه, صباح الفل والورد, ان شاء الله تكونوا مستمتعين واجواء صيفيه منعشه لكم كاملين. احنا بغرض ان نعاونكم ونساعدكم قبل ما تاخذوا الوجهه, سولوا تعرفوا, دائما الاحتياط واجب والوقايه خير مليون الف علاج. قبل كيف قلنا ما نصاب وليداتنا او تقلب لنا يعني العطله المشكل كبير لا قدر الله, فتكون معد الامور متوائيه ضروري. ارقامنا 05 22 30 30 00, او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33. من الحشرات يعني ساميه نبيله, الحمد لله فيها بركه عظيمه, والله سبحانه وتعالى قدر النمل واعطاه صوره كامله في القران الكريم صوره النمل, ولكن رغم ذلك انواع النمل اللي هي زوينه وانواع النمل اللي هي صعيبه خصنا نحتاطوا منها. النمل الاحمر خصوصا يعني خطورته صعيبه بزاف, كنلقاوها في الغابات, كنلقاوها في تخشات هكا, فالنمل الاحمر شو كيقدر يدير؟ فالنمل كيعطي لساعات اللي هي كتكون جد مؤلمه, خصوصا النمل اللي كيكون احمر والحجم ديالو كيكون كبير, كيكون الحجم ديالو كبير, فلساعات ديالو كتكون مختلفه وكتكون كثيره في نفس الوقت, وكتعطي احمرار في الجلد, كتعطي بثور بعض المرات كتكون مملوءه بالماء, يعني بحال نوع تاع الحروق من الدرجه الثانيه. وهذا النمل يعني كيكون خصوصا ملي كتمشي الاطفال كتكتشف مثلا كتبقى متبعه يعني النمل وحركات ديالو, كتمشي لهذوك لي فورميليير يعني البلاصه فين كيكون البيوت ديالو او الغار ديالو باش تسميو, فتماك فين كيوقع الحد يقدر يهجموا عليك, كيقدوا يهجموا ويقدروا يتلوك كامل ويفقدوك الحركة, يعني خصوصا يعني البلاصة اللي غادي نقيسوا بها النمل. فكيكونوا لساعات اللي هما كثيرة والأطفال ما كيحتملوش بيان سور هاد اللساعات. البرد والبال وليداتكم الله يرضي عليكم, هادشي من الوصايا, فيما تلقى شي غار فيه النمل ولا هذا ولدي ما تقربش ليه, من الأحسن باش هو يكون عنده هاد الحس بالمسؤولية والوعي به. غادي نمشيو للصندوق دكتور علي, شنو ظهر لك؟ غادي نشوف الامهات واولي الامور اش غادي يحكيو لنا في قصص ديال الحشرات وفتره الصيف, شر لابد منه, كان ضروري الحشر. كنقولوا الصيف كنقولوا الحشرات, ما عندناش مفر. لاله نجات, السلام عليكم. اهلا وسهلا اخت سميه, صباح الخير لاله, مرحبا بك. تحياتي ليك وتحياتي للدكتور علي المتميز. اهلا وسهلا. ما عرفتش واش هو الدكتور علي اللي كان تم صلحت ولا لا. لا لا هذا ديال كازا ديالنا. تحياتي للمخرج المتميز, للمستمعين. شحال هذه ما تواصلت معك الاخت, شحال هذه لاله نجات, فين غيبتك اختي؟ كلشي بخير؟ شوف راه الفوبريا افيك سون لابسونس. تحيه كبيره للاستاذ الرياضي الكبير ابو السهل, كان دائما يقول لي فين غبرتي, يقول لي الفوبريا افيك سون لابسونس. يغبر الانسان شويه باش نتوحشوا. لاله مسيانو محوحشينكم حنا ديما لاله. الله يكثر بك الاخت سميه, موفقه باذن الله ان شاء الله. هضرتي على الحشرات وعلى, انا عندي واحد التعقيب اذا سمحتي والدكتور علي. انا ما كنشوفش سيرتو الام دير كل شيء الا الاسعافات الاوليه ما ديرهاش. بسيطة, الانسان جوج الاسابيع اسبوع عشرات الاسابيع تقيد وتكون عندها على الاقل كيفاش تصرف اي حاله طارئه غير الاشياء الاوليه. انا ما تنقولش تعدى على اختصاص الاطباء ولا تبدا تزيد من راسها,
حيت كاينين بعض الاشياء واللي فاش تداوي ولا دير رسميتو قبل ما تمشي للمستوصف كتلقايها كدير كارثه. لا قالت لي فلانه قالت لي على انا كون كانت مشات دارت الاسعافات الاوليه راه كاينين الناس موظفين خصهم يديروا هذا الشيء. انا ما كرهتش كلشي الناس ديرهم. علاش؟ لان كتلقاه عنده البيرمي هذه الاسعافات الاوليه وما عندوش حقيبه الاسعافات الاوليه لا في طوموبيلته لا في داره. انا متفقه معك على هذه الاختصاصيه. راه كنشوف بانه راه ما خصهاش تكون اي بيت اي سياره تكون فيها لابوات ضروريات. ما تنقولش يديروا ادويه، راه كاينين دي كومبريمي باريغوري، كاينين الكول، كاين سميتو لي كومبريس، كاين القطن، كاين وما كتلقاه عنده حتى حاجه. حتى حاجه شتي الله يحفظ جرحى الا وقع نزيف ما عندوش هو تيجيب اي زيف ويعقد به. ايوا حنا ولينا في الكوارث. صح. كاينه مساله اخرى هي التغذيه. من بين الاشياء اللي كتاثر كتكون الحاجه ما مغطياش ولا مديوره سخونه وتبات برا كيدوز عليها سموم وتتقول لك الولد جهد يكوليك. ومنين غيجيو هاد ليكوليك الا انت خليتي هذاك الشعريه؟ راه كاينين قوارض، كاينين بجعران، كاين هاد المسائل ماشي قضية نظافة. بجعران راه تيكون الصيف تيجي بجعران. كاين 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 شنولة، كاين دبان، كاين خطر. احتياطات الوليد ملي تيولي صغير وتيهبش تيهز قتيل تيمشي للغار كيبدا يحفر فيه تيجبد نحل يجبد برزان يجبد هادي. خاص الأم دائما بنت ولا ولد تقول ليه تفادى اون فوا تتشوفو غادي للتراب توقف عليه تقول لي شوف راه الا قصتي هذيك راه وتخليه يعضو هذا الشيء. علاش؟ لانه واخا تعاود تمشلحة راه ما كيفهمش لغه ما تيفهمهاش. وين الا عضاتو ناموسه ولا عضاتو غادي تولي تقول لي بحال اللي طرا لك ذاك النهار. ها هو تديري لا ميزون كارد يولي عقلك ما تيبقاش يقرب لذاك الشيء. وانا غنقول لك واحد النصيحه بغيت قبل ما نختم ونمشي لشغلي. الخل البلدي ديال التعاونية. ملي كنت كنبغي نمشي ندي الدراري للبحر ولا نمشيو لشي بلاصة غابة ولا كنت كنشدهم تندهن لهم الكور كله بالخل البلدي تنديهم. ما تيقربش لهم لي موستيك، ما تنخافش عليهم، ما تتيجيو تندوش لهم. هذه من بين الأشياء الأولية اللي كناخذ فيها الاحتياط. شكرا لك دكتور علي. نعم. فكرة زوينة ديال نجات؟ لا فكرة مزيانة. لأنه حنا ما بين الوسائل الوقائيه كنستعملوا بعض المستحضرات اللي كتكون عشوبيه فهي بحال كترد هذاك الحشرات كتنفر منها وتهرب كتمشي وما كتخليش ما من اللسعات ديال الحشرات كتكون قويه وسامه قويه وسامه. لاله نجات شرفتيني في هذا الصباح فبارك انت اول متصله في هذا الاسبوع ان شاء الله بكنفتحوا ان شاء الله دائما متالقه ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله الصغيرين يا ربي امين. عواشرك مبروكه انت ولا مجموعه النسائيه ولا الرجاليه دائما في الاوائل. ربي يخليك يا نجات. شكرا لك حبيبتي. شكرا دكتور علي. شكرا لك. نهارك مبروك لاله نجات. سلامي لكل امهات اولياء الامور. لاله نجات عطتنا نقط زوينه مفيده ناخذها بعين الاعتبار. الوقايه خير مليون الف علاج. وعلى ذكر يعني قضيه الاسعافات الاوليه انا كنت كنذكر واحد الدكتور كان حاضر معنا في احدى حلقات البرنامج قال لي يا ريت سميه ما نديروش تكوين وكل الاسر او الامهات او الاباء يديروا واحد دوره تكوينيه. احنا كنديروا هذا الشيء ولكن خاص الناس غير تعرف تقلب وتسول. فعلا كنديروا دورات خاصه بالاسعاف الاولي. بعض المرات كتوقع كارثه كتجي كتعتق كتولي تقول يا ريتني ما درت هذه الحركه هذه لانه عرضتي لهذاك المصاب المشكل كبير. ف قضيه ديال الاسعافات بعجله ما نكرهش هذا الوعي وحنا نعاودوا نرجعوا لهذه المساله هذه نهضروا عليها. الناس باغا تعرف معرفه فين كيفاش شكون الناس المؤهله ان دير لها التكوين. خاص تكون مفروضه خلات نجات في الطوموبيله خاصها تكون هذه القضيه ديال الحقيبه ديال الاسعاف الاولي مهم لانه الله يقدر الله راه القدر كاين والامور كتقدر توقع بلا ما كدير على الحساب. طيب غادي نمشيو ناخذوا خديجه من طاطا قبيله مسكينه كتسنانا. خديجه صباح الخير. صباح الخير لاله خديجه سمحي لنا عطلناك شويه. لا لا هاني خذ راحتك. مرحبا بك لاله خديجه. مرحبا بك. الحمد لله. بغيت نسولك اختي سمية. كنا في طاطا وراكي عارفه البلايص كل مدن الجنوب الشرقي ملي كتوصل ديك الوقيته ديال الحراره راه من شهر 5 حتى لشهر 10 تقريبا كنعسو في السطح. يعني صعب. وعندي وليد بعمر تقريبا 6 شهور وتوا تعرض لهاد هاد الساعات ديال الناموس وداك الحب ديال الناموس بحال دار الماء
بحال بغى يتقيه ديتو البيدياتر خرجت لي الانتيبيوتيك وواحد بومادا كريم تحط موضعي على البلاصه واحد الرشاشه شويه طفى لي هذاك ديال لي ديال الرجيلات ولكن ديال الوجه ديال الراس مازال باقي فيه احمر من البل ولا غير لي تراس لا غير باقي هو ما من البل ولكن باقي كنت ما عرفتش الحكان وداك الشيء وكنقطع له بفيراته وهذا ومازال مازال هذا ديال الراس ديال الوجه مي هذاك ديال الرجيلات والويدات هكا دوك الدراعين ديالو نشوف بحال خلال الراس شو دار في هذه الحالة هذه يعني الطفل ديالك عنده واحد نوع تاع الحساسية بالنسبة لهذه العضات هذه ديال الناموس فكيولي عندنا حبوب كيولي مزمن شيئا ما فلذلك كنستعملوا هذوك المضادات ديال الهيستامين اللي كنشربوهم بان سيرو اللي كيعاوننا باش 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 ينقص هذيك الحساسية اللي عنده لداخل في الجلد ثاني حاجة هي الوقاية الوقاية انا كان ننصحك انه نستعملوا هذوك لي موستيكير يعني هذوك الشبكات نعم استعملت هذيك سميتو ولكن عرفتي راه نموس رقيق تيدخل لك من هذيك من هذيك نقدو مثلا شي كريمة هكا اللي تنفر هذا منو كاينين بزاف تاع المستحضرات اللي عشوبية كتباع في لي فارماسي كتخلي انه كترد هذاك هذا واش دهن على البيبي ولا تدهنها رغم الافضل انه دهنها على الحوايج ديالو على الحوايج ديالو من الافضل سمعتي خديجه نعم سمعتي هذه المعلومه لانه ما كنعرفوش بالضبط الجلد قد يتحسس من هذوك المواد العشوبيه اذا من الافضل انه الواحد يستعملها خصوصا في الحوايج ديالو وكنأكد بزاف انه خصنا قدر المستطاع نلبسوا ملابس اللي تكون تغطي اكبر تغطي له الجدات ورجلاته نقدر داكشي اللي قلت لك يعني طاطا هذه الله يحكم فيها كي داير بدل الجو عندكم خديجه في طاطا هذه الايام والله الا طايبه اختي طيبه اي والله يقويك حبيبتي الله يريح الباس واللي جا في وقته ما تيتلام خصوصيه الصيفيه هذه شكرا لك لاله خديجه والله يحفظ لك وليدك ان شاء الله نكونوا في دناك وسلامي للمستمعين ديالنا في طاطا والمستمعين ديالنا تبارك الله في جميع اقاليم بلادنا لهلي اختكم علينا شكرا لكم غير بعيدين غادي نمشيو هواره خصوصيه ديال الفضاء ديال هواره والمناخ ديال ايضا وحتى التضاريس ديالها غتلقى انواع واشكال اهلا وسهلا سي قاره صباح الخير استاذة سمية صباح النور سيدي وتحياتي للدكتور اللي معاك وتحياتي للسي عبد العزيز كرومي الله يبارك فيك السي قاره قولي اخويا اللائحه اللي عندكم ديال الحشرات اشكي شوفي احسن مواضع كتجيبي لنا واحسن صوت مرحبا بك مرحبا بك اخويا قاره مرحبا بك شكرا لك قولي اللائحه اللي عندكم في هوارة شنو كاين من خير نعم استاذه قلت لك اش كاين عندكم من خير تبارك الله الحشرات وديال اللي كتخافوا منها واللي صعيبه شويه في القريص ديالها انا كنهضروا على موضوع اللي ساعات الحشرات ديال الصيف كنسكن انا كتبعد على 18 كيلومتر على هوارة كنسكن في القفيفات وكاين الحشرات كاين العرقبان كنقول عرقبان وكاين تضر المركز في العقارب كاين الصفراء الكحله كاين واحد المركز زرقاء هادو العقارب العقارب هادو معاكم كيخرجوا وكاين الارضع والارضع داك اش قلتو داك النمل الاحمر الارضع خطير هذاك ياك خطيره كان ان شاء الله اطفال بزاف انا داك واحد نهار استاذه كنخرج البحر كي كنوض الصباح كنرمي رجلي في الصباط وما كانش نسى الصباط هو الباديه راه فيها داك الشيء ديال العقارب بزاف وداك الشيء ديال الحشرات راه سيدنا وفيها واحد عقرب يا سي قره ما رديتيش البال لا وانا دابا راه الناس تاع الباديه راك عارفه كتزول شو رجلينا حنا هذه التجربه تعلمك تسو الصباط قبل ما تلبسو عاودك اش وقع اييه عاودك اش وقع استاذ اش وقع دابا بعد ضربتني كان الوالده شرطت لي هذيك البلاصه عطاتني ديك العنيبره الحره الصحراويه العنيبره الحره عطاتني كاس طبختو ليا عقدت لي الرجل ديالي داتني للسبيطار داتني للمركز الصحي ديال ولاد تيمان ديال هوارة ما كايناش فيه ليبره ديال السم نهائيا وداوني لاكادير ما حتى انا قادر تتحرق لي قلبي هيا من بعد تعالجوا بريتم
شارك في واحد البرنامج ديال صوت المواطن. قلت لهم علاش حنا هادشي ديال السم ديال العقارب علاش ما يكون عندنا هاد الاباري في منطقه ديال هوار ومركز صحي كبير؟ صح. واش هاد الطفل ولا انا كاع كبير شويه وهاد الاطفال الصغار ما نوصلهم لا واحد السيد راه ما وصل ولده لاكادير حتى مات ليه في الطريق. لا اله الا الله. علاش ما يكون عندك؟ قال لك اسيدي خصك هذاك الاختي خصو يكون اختصاصي هذوك الاباري. قلت له كان اختصاصي خص بهذوك الاباري يجي المركز الصحي ديالو الطيما وديروا ليه الادويه ديالو ماشي حنا يتحرقوا قلوبنا 40 كيلومتر على اكادير واحد 42 كيلومتر على تارودان. هادشي ماشي قانون. وتحياتك استاذ بلا ما نطول عليكم. شكرا الدكتور. شكرا لك قرا خويا على الرساله ديالك صراحه اسمح لها وتكتب لك عمر جديد الله يمد في عمرك لانه صراحه هاد الساعه ما كنضحكوش معها ويمكن مالي المنطقه عارفين بهذه المساله هذه وكيف ما دارت الام ديالو داتك الاسعاف الاولي يمكن عتق ومسافه قالت لك بشر الله حولي طلعت الاكادير من ولاد تيمه الاكادير مسافه ماشي سهله فنتمنوا اخويا الناس مسؤولين شويه تدير خدمتها و والتفتوا لهاد الناس لانه فعلا من المناطق المعروفه بالساعات ديال العقارب قالك ثلاثه الانواع. نعم. لا اله الا الله. اذا لساعات تاع العقارب ديما يعني خطيره لانه السم ديالها يعني كينتشر في الجسم مميت قاتل وكيؤدي باعراض مثلا بحال انتفاخ الحنجره وهذا يعني كتكون هذا الاسعافات الاوليه يعني كنقدو نستعملوا حقا تاع الكورتيكويد اولا بعد باش نخفوا من هذاك الالتهاب وكيكونوا ايضا هذه ديال السم اللي قال نعم هي هذه كتوقف السم يعني انتشاره من انتشاره في الذات. طيب سلامي لكل المغاربه اللي كيسمعوا معنا شكرا لكم على الاستماع والرسائل ديالكم اللي خديتكم عليا وعاد كيصيفطوا لي في الخاص يعني بزاف ديال يعني بزاف التسميات ديال الحشرات المعروفه وهادشي بنتو اللي كتعانيوا منه معاناه ديال هذا الموضوع. فانا كنحييك دكتور علي على حضورك معنا صراحه ولتنوير اولياء الامور خصوصا اخذ التدابير والاحتياطات. انا ما تنكونش حرمان لانه باش غادي تحرم طفل انه يكتشف ويلعب ويمشي لانه هذا هو الهدف من الخرجه او الهدف من السفر من العطله هو يخرج ويلعب ويكتشف. ولكن ديما غنردوا البال ناخذوا حيطه وحذر ما يمكنش نحبسوا وليداتنا. انا متفقه معكم ولكن بعض المره على الاقل غنوجهوا لكن السن كيسمح انه نهضروا معاه نقول له ودي شوف ملي تشوف دي شي غار في حشرات غاديين ماشي لانه كيستهويهم ديك الالوان ولا الحركه ديالهم غاديين في صف واحد كيبقى يلعب معاهم. فنقولوا رد البال بعض المرات كتكون ماشي ديما الحشرات زوينه بعض المرات كتكون حشرات سامه غادي تاذيك. ارقامنا 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. حنا باقيين دابا كنهضروا يلاه في الغابه والارض باقي مشيناش للماء الوغ الماء كذلك كاين انواع اخرى ديال لساعات اللي هي معروفه ومشهوره ديال البحر غادي نحضروا نهضروا عليها. عبد الرزاق مرحبا بك سي عبد الرزاق. سي عبد الرزاق السلام عليكم صباح الخير. سلام صباح النور اختي سمية. صباح الخير يا سيدي كي صبحتي. كنشكرك اختي سمية بزاف على المواضيع ديالك وحتى تحية الشكر للدكتور سي علي وعلى المعلومات ديالو وعلى المستمعين كلهم. وتحية بزاف سي عبد العزيز كرومي مسكين راه تيصبح ولا تيعرفنا غير من خلال الصوت الله يعطيه الصحة. مرحبا خويا عبد الرزاق هذا واجب نتوما عائلتنا تفضل اخويا. بالنسبة لهذا الموضوع اختي سمية هما تكلمتوا انا غنمشي مباشرة حيت انا كما السي قرا عضتني واحد العقرب شي ثلاثة خطرات والحمد لله بخير وعلى خير الحمد لله كما قال لك قرا الناس كبار ثقة وماشي بحال الوليدات الصغيرين. كاين الاسعاف الاولي اختي سمية وكاين الاحتياطات. انا غنمشيو للاحتياطات الاسعافات الاولية راه باينة والاحتياطات الناس اللي تيخويو الما حدا الباب اللي عندهم شي جريدة او مثلا شي لقامة ديال شي براد وتجي تخويها. وكاين بالنسبة للدكتور علي بنسولو واش كاين شد شي اخوان تيديروا الفطران واحد الخط حدا الباب واش هذا تيقاوم بالنسبة لساعات ديال العقرب واش ما يخليش العقارب يدخلوا المنزل. وكاين اولا الهيدوره تحط لك الهيدوره حدا الباب هاد الشيء هذا كاين وهادو بحال اللي قلنا هذوك المستحضرات العشوبيه اللي بحال كتنفر وكترد غير ريحه القطران جهده كتخليه يهرب مزيان يعني هاد الشيء هذا كله مزيان لانه الناس يعني بقات مع الوقت يعني تجربه وممارسه علمات وما الدروس وهذه مهم بزاف
فماذا بينا نستعملوا هذه الوسائل هذه؟ يعتمدوا مساك القطران. نعم. دكتور وعاود ثاني في النواحي ديال المينتان وتحطوا السطوره ديال الحبق، لان عندهم واحد الشنيوله خطيره على المجتمع ودايره بحال الطياره استاذ. نعم والله العظيم دايره بحال الطياره. الا عدات شي وليد بالخصوص وليدات الصغيره راه مساكن تيولوا الجلد ديالهم كلهم احمر وتيبقاو يحكوا بزاف، لان علاش كيكون شي عندك القواز وذاك الماد العافيه تيبقى بحال الضائع. ايوا سيدي زاد الله في العمر الحمد لله، ياك ثلاثه المرات عضاتك العقرب ما سهلاش. ثلاثه المرات اختي سميه الحمد لله بخير. لاباس عليك اخويا لاباس عليك. شكرا لك عبد الرزاق، سلامي ليك والناس كاملين المستمعين ديالنا اللي كيتواصلوا معنا، وعندنا مكالمات كثير صراحه غير صبروا معنا. سي خالد من فقيه بن صالح. سي خالد السلام عليكم. صباح النور. صباح الورد سيدي لاباس عليك. صباح النور وصباح الورد وصباح كل ما هو زمين اختي سميه فيمو. ربي يخليك اخويا خالد، مرحبا بك. مرحبا بك وكنتمنىك التوفيق والنجاح ان شاء الله، وبدايه اسبوع موفق ان شاء الله يا رب، والله يحفظ لك البنيه ويحفظ لك كل عائله يا رب. ولا الدكتور الكريمين معك ولا اخويا عبد العزيز الكرومي ولا كل طاقم ام اف ام، وتبارك الله عليكم ونهاركم مبروك وصباحكم مبروك. الله يكبر بك اخويا خالد. بالنسبه للموضوع اختي سميه، خاطرني نقول لكم كاين بعض المرات كاين شي وليدات سامعهم الله واعره صعيبه تكون بعض المرات تيكونوا غير ذوك العشوشه ديال النحل. يشوفوا من واحد تيبان لهم هذوك التوقات ديال النحل تيبان ربما غير لعبه ولا شي حاجه، كاين اللي العود ديالو تيضربهم كيهجم عليهم تتنط ديك الكومه ديال النحل تتقرش الدراري. لا لا صح. وكاين واحد الطريفه اختي سميه وقعت ليا وسبحان الله العظيم، انا مشيت هي في التسعينات سبحان الله العظيم، هي تيقول لك العقرب وما بقاش تعطي فابور، هي هذه اللي غادي توقع ليا انا. انا مشيت مع الشغف ديالي الكره وداك الشيء، مشيت هزيت تبرديله هزيتها مشيت ديتها الكردان خيطها، دار الله على الكردان نهار كامل هو تيخيط، وختي ايدو في التبرديله وتيخيط وخاتي البلا ما خلى ما دار، شديتها مع دو ديتها الضربين سيئه بحال هكا هي تقرصني العقل. من عند سيدي صوب لك شو سبحان الله العظيم، هزيتها من الدار ومشيت ديتها الكردان والكردان بقى تيخيط وبقى تيقاد، وملي ديتها الضربين تلبسها هو ما قرشتوش وانا قرشتني. دابا واش تهزات من عنده هو ولا من داركم؟ ولا من عندي انا من الدار. من الدار. يا ربي. كتب لك. كتب لك. والله العظيم كتبت لهم فيك ومشيت كانت وطريفه واعره زعما وقعت لي وباقيت الان باقي الان كنعاود مع الكردان يا ربي وكيجي تصور قدرك فين مشيتي فين ما مشيتي. وشو سبحان الله العظيم، وقلت لك اختي سميه ومشيت ديك الساعه ما كان سواء سعي النقل كثيره، طلبت السيد في الموتور ومشيت للسويطار، ديك الساعه كان باقي سويطار صغير، وعطيت الفرملي 400 ودق لي برا ب 400 درهم، هي قلت لهم انا هذيك هذاك هو المثل تيقول لك العقربه ما بقاش تعطي فابور، هي هذه هي الاجل المقوله. والسؤال اللي بغيت نطرح للدكتور هو هذيك الحشره اللي كنت قلت الاولى تكون واعره تكون توخ عباد الله، حنا ربما تنقول لها ابو زنزل ياك. شنو هي هذه اللي هضرنا عليها في الاول؟ الحشره الواعره اللي من اللي مع النحل اللي تابع النحل. هذيك رزوزيه. رزوزيه؟ رزوزيه. اش كتقول لنا؟ هي بوزلزل ياك. بوزل ما عرفتش انتم كتسميوها بوزلزل. هي الصفراء الصفراء. الصفراء رزوزيه. يعني كتكون اللون ديالها مختلط. بالكحل بالكحل والصفر. والصفر. هذيك دكتور هذه ما دي قرصت واحد الدري قرصتني سبعه المرات في الفدان وجا عندي بغا يتغدى قال لي سربي خلاص اخويا خالد قال لي غادي نقول لك راه رابط الدور لي. ايوا خويا ربي يحفظكم والله معاكم الله يحفظكم اختي وتقدم تحيه كل المستمعين دوار جامعه البلديه دامت لنا ولكم الافراح وتبارك الله عليكم. ربي يخليك سلمني على الدوار كاملين والله يعاونك يا خالد وعلى سلامتك وشكرا نقلتي لنا التجربه هذه لانه فعلا بين قوسين حاجه اللي كنحطوها العام كامل، يعني بعض المرات كتكون عندك واحد بليصه ولا كتخلي فيه داكشي اللي ما غاديش تستعملو كراج ولا شي مكان وكتحط فيها بشكليطه ها الالعاب ها الحوايج ها الصبابط ها فهذاك حط ومده طويله ما قصيش هي كتكون مكان ديال الحشرات ولا مكان نعم. ديال بعض الانواع هو قال لك شنو كان رتيله نعم. ردوا البال غتجبدي شي حاجه ردي البال لبسي ما نكرش اللي قالت هكا ليدك حميها وانت كتجبدي الحاجه وخملي ورشي الدواء تبارك الله راه كاين موجود عيد روكري تاخذي الدواء ورشي وهكذا نكونوا كنديروا الاسعافات او نديروا الاحتياطات ديالنا قبل لا قدر الله ما يوقع شي مشكله وتخبات لي في الصباط. يلا سي محمد من هواره السلام عليكم سي محمد. والسلام ورحمه الله اختي سميه. اش اخبارك؟
انا ما حبيتش هذا الموضوع غادي اختي غادي يجبد العزاز القدام. اهلا اهلا كي داير سي محمد لاباس عليك؟ الله يعطيك الخير. هذا مهكري ومحمد قصيفه اختي من هواره. اي عرفتك سي محمد كي داير هواره؟ بخير وعلى خير اختي الله يعطيك الخير بارك الله فيك. ايوا قول لي المنطقه باش من معروفه شنو كاين فيها تحضينا تقول لي نردوا البال من هذه وهذه في الحشرات شنو كاين؟ والحشرات اختي كاين بحال هادشي ديال العقارب. عندكم العقارب كثير؟ اي كاين بحال هادشي ديال الرتيلات. كاينه واحد الماركه اختي في الرتيلات هي كاع لا هي كاع ما تعضك غير الا دازت عليك ربي السلامه كتخلي البلاصه ديالها وارمه. الله 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 الله. قالها هادشي بالماركات قال كيجي ماركه كتخلي اللحم ديالك وان. وكاين البعض مركزات بحال هادشي ديال كنقولوا ليه حنا داك كنقولوا ليه نسيت سميه هذاك كان عرقبان. ها هو عرقبان كنقولوا عليه وحده دايره كرتيله واحد الماركه فتحوا لها بارجين هذيك حتى هي خاطر ليه وقتما اختي يا ربي الحبيب يا ربي. وانتم عندكم شنو كتستعملوا باش كتحميوا راسكم وليداتكم وديوركم؟ فين كيكونوا؟ كيكونوا في بعض بلايص لان كاين بعض بلايص لان كيكونوا مسكونين كيكون بحال الحاجه البني القديم وكتكون بحال الحاجه كيكون شي الميكا وداك الشيء ديال الهيشار واسمو بحال هذاك الشيء كيكون زين. والدار اللي منقيه اختي الدار اللي منقيه وكنرشها بنادم وكنرش الدواء راه كاين الدواء ديال الغبراء وكاين الدواء ديال الماء كديرو اذا كترش هذاك الدواء الى ما مغطيه الدار رشهم فوق الحيط دور به الحيط ولا دور به عند الباب وراه دواء قايد حركه تجي العقرب تلا حداه الى ما كتلها كدوز من حداه تما بعدا فين راه ما توصلك راه كتلقاهم مسكر الصباح وهذا الشيخ توتوريا الله يسكن ليه هو مسلم هو عاود السبيطار دابا السبيطار حتى هو عندنا حنا واحد المنطقة سبيطار الإنسان إلا عض الثور عقرب كيمشي لهذا كيمشي للعجلات 44 علاش؟ لأن كيكونوا الإباري ديال السم يكونوا عندنا في الجماعة. ها هو السبيطار زين ها هو كلشي فيه كاين كلشي كاين ما كيكونوا فيه ها الإباري ما كيكونوش فيه لا ما كيكونوا فيه أختي سمية. ايوا سيدي كنشكرك وتنحييك الله يخطيك وسلامي الناس هو راه كاملين عيطونا اليوم الله يعطيك الخير نشكركم على هذا البرنامج. ربي يخليك سيدي شكرا ليك سي محمد شكرا ليك. صباحكم مبروك وحنا غادي اللائحه ديالنا ياك نستمروا شويه نمشيو نهضروا على البحر والبحر بحلاوته اكيد حنا كنستمتعوا فيه لان الوجهه ديالنا دائما شاطئ وكاين بعض المناطق في بلادنا خصوصا المناطق الشماليه معروفه بهاد القضيه ديال القنديل البحر والسعه ديالو ربي السلامه هلا يقدرها عليك. ملي كنقول ملي كيكون قنديل البحر الواحد غيتفادى العمال. شو قال لك دكتور علي؟ نعم فالعام يعني الصيف اللي فايت كانت واحد الجائحه تقريبا ديال لسعات ديال قنديل البحر بكثرت السعات ديالها ياك اخويا عبد العزيز قال كيسم كتسمى الحراقيه. نعم كيسميوها يعني اللي كضربك الضو. اه تماما اقوى بيبا برافو عليك. يعني كتكون لان عندها هذوك الادرع ديالها اللي كتكون سامه وكي يعني كنحتاجوا غير يعني تكون لمسه بهذوك الادرع باش كتكون بحال ضربه تاع الضوء ديال الضوء. الخطوره فيها هو ان ما كتبانش ياك دكتور؟ لا شكرا هي شفافه ما كتبانش مع الماء هي في هذاك الثواني الاولى ما كتبانش ولكن الالم كيكون كثير بزاف ومن بعد كيوقع بحال حروق من درجه ثانيه كيكون احمرار كتكون كيكون بعض المرات نزيف تاع الدم و يعني اللي كيشكل خطر وهو الندبات اللي كينشؤوا على هادشي هذا كتنبل هي لانها كتنبل كيكونوا بثور يعني كتعدلوا الماء لا يقدر على شي واحد المهم ردوا البال وكتقيس اي بلاصه في الجسم يعني ومن هالوجه والخطر ديالها هو من الندبات اللي من بعد كيكون ندبات اللي تتكون سوداء في الجلد خصوصا مع التعرض مع الشمس وثانيا انه بعض المرات كيكونوا دي سيكاتريس ايبرتروفيك يعني بحال قلتي الجلد كيقصاح وكيولي مزمن يعني كيولي اون سيكاتريس كتدوم واحد المده اللي هي طويله فالاسعافات الاوليه مهمه جدا
منين كتضربنا هذا القنديل هذا تاع البحر، اول حاجه وهو انه خصنا نعقموا هذيك البلاصه، واحسن حاجه هي انه نعقموا بالماء تاع البحر، بالماء البحر لانه مالح. يعني كيقد كنقدوا بعد اولا نحيدوا هذوك الادرعه ديال هذاك القنديل ديال البحر، لان بعض الادرع تاع هذيك القنديل كتقد تبقى لاصقه في الجلد. كنستعملوا الماء تاع البحر، كنقدو نستعملوا ايضا الرمله، الرمله كنقدو نديروها على السطح تاع الجلد حتى كتنشف، وكنحيدوها باش كنحيدوا مع هذوك الادرع ديال هذاك القنديل. و يعني اسعافات من عين المكان، هذه اسعافات من عين المكان اوليه للبحر. ها الرمله كلشي كاين فوالا. وبوي هادشي انتظار بيان سور خصنا نشوفوا المركز الاستشفائي او الطبيب اللي يكون اقرب. فكان نصحوا باستعمال مرهب فيه الكورتيكويد اللي كنستعملوه واحد 3 ايام من بعد باش كينقص من هذاك الالتهاب، وكنستعملوا ايضا مرهمات اللي كتساعد على التئام الجلد، ومادا بينا تكون مرهمات فيها واقي تاع الشمس. يعني كتكون مخلطة مرهمات اللي كتلتئم الجلد مع واقي تاع الشمس باش نتفاداو هذوك المضاعفات اللي غيجيو من بعد، الندبات اللي من بعد. غير هي ماشي قاتله زعما في معظم الاحيان، يعني موضعيه كتكون لسعة موضعيه. منين كيكونوا الاطفال، بعض الاطفال اللي كتكون عندهم واحد الحساسيه مفرطه، ولكن هادو حالات استثنائيه كيقد يوقع بحال في القرصه ديال النحل، وهذا كتقد توقع ضيق تنفس، ضيق التنفس. انا يعني حضرت لها واحد المره ضيق تنفس ديال واحد السيده اللي كان صراحه الحمد لله نور بلطف، وهذه بين قوسين دائما تنقولوا هي الناس مسؤولين، راه كيقولوا ممنوع سباحه اللي كيكون منتج خصوص كيقولنا في المناطق الشماليه كيكون كثير هذا قنديل البحر، وعنده التوقيت ديالو، عنده واحد الموسم ديالو الظرفيه ديالو، فبالتالي ملي كيقول لكم ممنوع لهما الانسان ما يغمرش لا هو لا وليداتو. طيب غادي نمشيو للستاندار معنا. شكون معنا؟ فتيحه كدار ليا من وجده. فتيحه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير فتيحه. صباح الورد والياسمين. مرحبا. كنحييك اخت سميه والدكتور وسي عبد العزيز وكل مجموعه ديال المسام وكل المستمعين. بغيت نقول بالنسبه لهاد يعني الحشرات كان قاتلنا حنايا الناموس. عندنا واحد الجرده هنايا وفيها الاشجار بزاف، ولكن الحمد لله مع هذاك لقينا لها حل. شنو كديروا؟ تشاركوا الوقت النصيحه. لا احنا عندنا واحد الجمعيه هنا تكلفوا هما داويتهم بالدواء. لا الحمد لله كنا واخا المستيكر وهذا، ولكن عرفتي من دخل لك طرب الليل يعني صعيبه. وبغيت نقول بهذيك النسبه ديال يعني من قالت خل التفاح، هي حقيقه خل التفاح ما يخصها كاع ما يخطاش الدار. صح هي حتى انا كنديرها حتى ديك يعني الاسعافات الاوليه للدرس، غير الا تلاجاتك الله يحفظ اللي جات شي واحد شي حاجه بالليل ولا شي حاجه قبل ما يمشي لعند الدونتيست، انا كنديرها وندير كنت نديرها لوليداتي زعما نسيان. وبهذا بغيت نسقسي الدكتور، واش يعني كتشوف في هذاك الناموس كيكون اشخاص بزاف اللي ناعسين، ولكن كيمشي غير واحد الشخص ولا جوج ولا هو اللي كيقرصوا، واش انا بغيت نسقسي غير الدكتور واش كيمشي على حساب، يقال بان على حساب الجروب جروب سون كان ديال يعني الشخص كيمشي يعني كيمشي يقرص على حساب الدم هو اللي بغى، اللي كيكون في الدار ناس كثار كيمشي يهجم على بعض منهم. نعم. الناس اخرين لا. كاين هاد هاد القضيه هادي انه كيهجم على بعض الناس، وكاين ثاني بعض الناس اللي عندهم الجهاز ديالهم تاع المناعه اللي ما كيكونش واحد رد فعل، يعني هما كيوقع هذيك اللسعه ديال الناموس ولكن رد الفعل ما كيكونش. فبحال كان كيجيب لنا الله انه ما كانتش اللسعه، ولكن هما راه كاينه اللسعه ولكن هما رد الفعل ما كاينش. ما كاينش هذاك الجسم عنده مناعه، قويه. داكشي باش الاطفال عندهم واحد رد الفعل اللي كيكون كثير بزاف، داكشي باش كنشوفوا كنلاحظوا انه كنقولوا هاد الناموس هذا بحال كيتعدى على كيتعدى، كنقولوا دمه حلو زعما، ولكن
ولكن غير هي قضية تاع الجهاز المناعة ما عندوش علاقة مع الجروب سونغان. واخا تمنى جاوبنا سيدة فاتحة. غادي نشوف فصل إشاري تمام العشرة دكتور علي ومن بعد راجعين. مازال لنا واحد النوع كذلك اللي كيكون في البحر تا خصنا نردوا ليه البال وغادي نحاولوا نختموا بسبل الوقاية ضروري. راجعين بعد الفصل خليكم معنا مستمعين. هنا أولى فقرتنا فقرة أمومة. اخترينا اليوم نتكلموا على بحكم أجواء الصيفية أو استعداد والتحضيرات ديال كثير الأسر يقضيوا أجواء العطلة فضاءات مختلفة متنوعة على حسب أنتم شو اختاريتوا. حاولنا قدر المستطاع ننبهكم نعطيكم إلمام شنو هما الاحتياطات اللي خصنا نديروا لتفادي لسعة الحشرات أو كذلك حسب بعض الحشرات الزاحفة أو الطائرة اللي كتكون كثيرة فترة ديال الصيف اللي قلنا بعمل الحرارة وكذلك بعمل بعض المشاكل اللي كتكون ديال القمامات التعفنات أو المياه الراكدة اللي كتكون مدة طويلة ما تستعملاتش أو عدد من الأمور. فكين منها اللي هو بسيط ومحمود نقدروا نتعيشوا معه ما كاين حتى مشكله لانه كيعطينا شي مضاعفات خطيره وكاين بعض الحشرات وكذلك بعض الامور اللي هي خصنا نردوا لها البال لانها كتكون قاتله وسامه فدل الغضون بسيطه خصنا نعتقوا لانه كتكون فارق حياه او موت ياك بحال العقرب ما كنحكوش معه. دكتور مشكور علي فلاحي حاضر معنا في هذه الفقره هذه. نبهنا على عدد من الامور وحنا غادي نمشيو بسرعه نختموا بحكم كي قلنا الحشرات او الحيوانات اللي كتكون او بعض الامور اللي كتضيق وكتزعج الاصطياف ديالنا او السباحه ديالنا بعد قنديل البحر كاين قنفذ البحر الاختلاف ديالو لانه الناس ما كيعرفوش كثير راه قنفذ البحر شنو هو. قنفذ البحر هو حيوان يعني بحري كيكون دائري وكيكون بحال النوع تاع القنفذ يعني كيكون مشوك 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 يعني بزاف تاع الشوك كيكون داير فيه وكيكون في غالب الاحيان مخبى في الصخور تاع الشواطئ. إذا كنلقاوه في الشواطئ اللي كتكون صخرية وهاد القنفود هذا تاع البحر كيعرفوه بزاف الناس اللي كيديروا الصيد في الأطفال فديما يعني في ذاك الجو تاع الاستكشاف كيبغيو يقلبوا في الصخور كيبغيو يتمشاو في الصخور كيجبدوا نعم كيجبدوا كيجبدوا كيضيقوا وكيقدوا يتمشاو عليه فإذا تمشوا عليه وهما يعني الأرجل ديالهم يعني كيف نقولوا ما يتمشوش حفيانين حفيانين فوق صخر مسخر داكشي باش حنا كنأكدوا بزاف على الاحذيه خصوصا في ديال البلاستيك ولا فوالا منين كنكونوا في الشاطئ فمنين كنتمشاو عليه بيان سور هذاك الشوك بيان سور كاين كيطلق هو هذاك الشوك ديالو اللي كيدخل داخل في الجلد وكيخلق يعني الام اللي هو حاد كتكون ميم هذاك الشوك ديالو كيكون زيت تيكون فيه واحد الزيت اللي داير به ومواد سامه ايضا اللي كتكون كيوقعوا التهابات اللي هي تكون مهمه بزاف والم وانتفاخ ديال الرجل وتعفن تيقد يوقع فالاسعافات الاوليه مهمه جدا خصنا نكونوا خصنا حنا ما غاديش نقولوا نقصوا في الدار وحبسوا راسكم نعم ما يمكنش الواحد غيسافر ويستمتع ولكن كنكونوا في بعض الاحيان في بعض المناطق اللي المستشفى ولا الطبيب كيكون بعيد فاحنا خصنا نكونوا عارفين وخصنا نديروا نقوموا بالاجراءات الاوليه اولا خصنا نعقموا هذيك البلاصه وكنستعملوا بالخصوص الماء الساخن لانه ملي كنستعملوا الماء الساخن يعني المسام ديال الجلد كتفتح وهذاك هذوك الشوك كيقد يزول كنلقى واحد السهوله باش نزولوا الا ما توفرش هذا الماء السخون شنو نديروا بون الا ما نغسلوا او بالماء بعدا يعني الماء البارد ما كاين حتى شي مشكل ونستعملوا البانس يعني بحال واحد المشباك اللي كيكون عندنا كنعقموه يعني بشويه تاع العافيه وكنقدوا بعدا نحيدوا اولا هذوك الشوك اللي كيكون كثير وبيان سور كنلتجؤوا للطبيب يعني في اقرب وقت لانه علاش ما خصناش هذاك الشوك يبقى داخل في الجلد لانه من بعد اشهر من بعد كيوليو كنوليو كيبداو يبانوا بعض التورمات اللي تتكون بنيه اللون وكتكون جد مؤلمه ومزمنه لانه بقى هذاك الشوك لداخل فهنا كان كيتم حقن بماده الكورتيزون تماك في هذيك البلاصه ما خصناش نوصلوا لهذه المرحله هذه فملي كنمشيو عند الطبيب كيقوم بواحد
يعني تحت معقمات يعني كنحاولوا نحيدوا هذاك الشوك. وبعض المرات بعض العمليات جراحية اللي كتكون طفيفة غير باش كان نعقموا هذيك الأرجل وما كيوقعش مشكل. طيب دكتور أنا كنحييك ونشكرك. للأسف أن الوقت انتهى ولكن كانت عندنا واحد لائحة أيضا طويلة ما هدرناش عليها بزاف، ولكن يمكن الغاية اللي غتعم هنا والنصيحة اللي يمكن نخرجوا منها كخلاصة هي زوين نكتشفوا الطبيعة نخرجوا نبدلوا الجو، هذا هو المتعة والفرحة ديال كل الوليدات اللي كيتسناوها في العطلة ديالهم يتخلصوا من الضغط ديال فترة الامتحانات وديال العام كامل ديال الدراسة، ولكن دائما وجهتنا فيما كنمشيو ونعرفوا بعدا غير واحد الورقة تعريفية بسيطة على الفضاء اللي حنا فيه، شنو كاين التضاريس، شنو الحشرات المنتشرة، شنو الأمور اللي خصنا نراعيوها وناخدوا بالنا منها. قلتي من سبل الوقاية نخلي وليداتنا ديما ملابس وقائية ما فيها بس قطنية اللي تكون كتغطي لهم يعني يديهم رجليهم ما فيها بس، ارتداء أحذية تكون مريحة وإذا حتى بلاستيكية لكنا في الشاطئ مثلا ما فيها بس، في حالة ما إلا شكينا في شي أمور أو الوليد قال لنا نديروا الإسعافات الأولية تكون الحقيبة ديالنا غدا معنا، وفي نفس الوقت نستشروا مع الأهل الاختصاص مستشفيات كاين نقدروا ان احنا نشوفوا في اسرع وقت ممكن. نعم. ياك هذه الخلاصه اللي نقدروا نشوفوها اللي مهمه للمشاكل الاخرى. نعم دكتور انا كنحييك وتنشكرك شكرا جزيلا دكتور علي فلاحي على حضورك معنا طبيب مختص في طب الجلد. غادي نمشيو فاصل.